اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد عشان نقول في اهم النصائح والتحذيرات والطاقه اليوميه للابراج. والنهارده هنتكلم عن طاقه يوم السبت والحد، يعني نهايه وبدايه جديده، نهايه شهر اغسطس شهر اب وبدايه شهر سبتمبر شهر ايلول. وهنتكلم على طاقه الابراج في اليومين دول. اول حاجه قولوا لي بتابعوني من مدينه ايه، من بلد ايه، عشان ببسط جدا اعرف الناس بتتابعني من فين. وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه شهر سبتمبر. يا جماعه احنا عملنا خلاص ابراج، هقول لكم الابراج اللي خلصناها. خلصنا العذراء، خلصنا الجدي، وخلصنا العقرب، وخلصنا الدلو. هديكوا اوبشنز لاربع ابراج تحبوا نتكلم عنهم، اختاروا حد منهم: السرطان، الحوت، الثور، الحمل، الميزان. خمس ابراج اختاروا منهم برجين. بليز بقى قولوا لي بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، والحجز 1 تو 1 سيشن معايا بليز تبعتوا على الايميل، وانا في ماي تيم هيرد عليكم كل التفاصيل. اي لاف يو اول يا جماعه، وشكرا بجد على كل الطاقه الايجابيه اللي بتدوهاني. شكرا لكل مسجاتي الحلوه، وثانك يو لمعايداتكم على عيد ميلادي. كل سنه كل مواليد برج العذراء طيبين، بما ان احنا في سيزن اعياد برج العذراء. طيب يوم الاحد، يوم 31 اغسطس، ويوم يوم السبت يوم 31 اغسطس، والحد 1 سبتمبر 2024. قولوا لي بقى مواليد برج العذراء اعياد ميلادكم امتى، ببسط اعرف اعياد ميلاد الناس امتى. يعني القمر موجود في برج الاسد، يعني اوف طاقه ناريه حلوه جدا. اما الشمس موجوده في برج العذراء، فينوس موجود في الميزان، ففينوس والشمس مع بعض واو، يعني ابراج الهوائيه والناريه، يعني حريقه ولع ولع نار يعني. كمان قولوا لي عطارد خلاص يا جماعه بدا في التقدم، الا ان تاثيراته الايجابيه كلها تبدا في التقدم بتاعته، هتبدا تظهر من يوم 4 سبتمبر. طيب تعالوا نتكلم عن السبت والحد، مين هم الابراج الاكثر حظا. الحمل يومك حلو قوي 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 يا برج الحمل، يومك مدعوم، واثق في نفسك، عندك طاقه، مبسوط، فرحان، بتقضي وقت حلو، بتستمتع بوقتك، يو ار هابي. فيومين ولا اجمل ولا اروع ولا احلى لازم تستغلهم لمصلحتك. سعيد، مبسوط، طاقتك حلوه، يومك حلو، اليوم سلس، يو ار هابي، كونجراتيوليشنز يا برج الحمل. يعني انت من الابراج اللي طاقتها حلوه وطاقتها مدعومه جدا جدا جدا. بعد كده الثور، انت عندك اهتمامات منزليه عائليه، مهتم بالعيله، مهتم بالبيت، مهتم بالمنزل بتاعك يا برج الثور. الا ان انت بعد بكره اللي هو من يوم الاثنين والثلاث والاربع القمر هيكون في العذراء، وفي نيو مون في برج العذراء يوم 3/9، فانت واحد من الابراج المحظوظه. فيا ريت اي حاجه مهمه ناجلها ليوم 2/9 يا برج الثور. الا ان اليومين دولت شويه ممكن تكون مضغوط، شويه مهتم بقى بالبيت، بتنظف البيت، بتهتم باولادك، بعيلتك، انت مش من الابراج الاكثر حظا. اما بقى برج احنا وصلنا من الجوزاء، اوف الجوزاء بقى، هو 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 يا برج الجوزاء. فينوس كوكب الحظوظ سعيد الصغرى في الميزان، بيديك حظوظ وبيديك طاقه وبيديك سعاده بعد فتره متعبه ومرهقه، والكوكب الحاكم بتاعتك عطارد تقدم، والقمر موجود في برج الاسد. فبعد يومين مرهقين ومتعبين، وانت كنت ما كنتش افضل حاجه الفتره اللي فاتت، فبتبدا تبقى افضل واحسن، تبدا تفوق. فعندك يومين ولا اجمل ولا اروع ولا اجمل يا برج ال يا برج ال يا برج ال يا برج الجوزاء. فعندك برج الجوزاء انتم من الابراج الاكثر حظا، لازم تستغلوا طاقه اليومين دولت اللي هو السبت والحد، لان الشمس والقمر فينوس والقمر بيدعموكوا جدا جدا. يا جماعه في واحد بس بصراحه اسمه محمد الدهماني، ده لازم نعمله بلوك عشان هو مش محترم، انا حتى مش مركزه بسببه، فيلا نعمله بلوك يلا عشان هو قليل الادب. Ban this user from prevent this person in with live streams. شكرا. لا لا قليل الادب بشكل مش طبيعي، انا مش متخيله، انا عماله اصلا مش عارفه اركز في الكلام، هو عمال يشتم وهو انسان مش كويس خالص، يعني قله الادب والقذاره دي، يعني مش عارفه ازاي في ناس امها ما عرفتش تربيها بجد. بس عملت له خلاص بلوك، ما كنتش بعرف اعمل بلوك بس اتعلمت. طيب معلش، يبقى برج الجوزاء انت من ملوك الحظ، من الابراج الاكثر حظا، عندك يومين حلوين، يومين اقوياء جدا جدا لازم تستغلهم لمصلحتك يا برج الجوزاء. اما برج السرطان فانت عندك اهتمامات ماليه، بتدفع فلوس عليك او بتدفع اقساط، بتدفع بتخلص حاجات ماليه، بتخلص مشاوير ليها علاقه بتدفع بطاقه دفع فلوس، عندك دفع اموال، دفع فلوس، بتخلص حاجات، بتنجز حاجات، فانت من ملوك الحظ، من ملوك الطاقه يا برج السرطان. او مش يعني مش هقول، بس انت القمر لسه خارج من عندك، فلسه عندك طاقه حلوه. بلس كمان عندك يعني القمر عندك دلوقتي في بيت المال بتاعك،
فانت مهتم بحاجات ماليه، اما بقى بتدفع ضرائب، بتدفع خلاص، بتشتري حاجه، عندك عزومه، بتعزم حد، يور نوت جود نوت باد. اما بقى الاسد فهو هو هو الملك والملكه بتاعت يومين. لازم يا برج الاسد تستغل اليومين دول، مبسوط فرحان، بتقضي وقت حلو، بتستمتع، بتعمل حاجه حلوه، يور هابي، بتستمتع بوقتك، بتقضي وقت حلو، واثق في نفسك، يعني one of your top days يا برج الاسد. عندك يومين حلوين، يومين مدعومين، يومين طاقتهم حلوه، استغلهم لمصلحتك يا برج الاسد. يبقى الاسد والحمل والجوزاء انتوا ملوك الحظ لحد دلوقتي. اما العذراء فانت شويه القمر بيسحب طاقتك شويه، عندك شغل كتير، دماغك مشغوله، وراك حاجات كتير، عندك طاقه قلق على حد في العيله والآن على صحة شخص في العيلة، عندك بتبذل مجهود، بتشتغل، بتتحرك، يعني يومين صعبين، يومين مش سهلين، يومين فيهم صحب طاقة، فيهم قلق، فيهم شغل كتير، ومطلوب منك حاجات كتيرة في وقت قليل. نظم نفسك يا برج العذراء، نظم وقتك، بلاش تضيع وقتك في حاجات مالهاش لازمة، عندك شغل كتير، عندك حاجات كتيرة مطلوبة منك، فلازم تستغل الوقت ده لمصلحتك يا برج العذراء، بلاش تضيع وقتك في حاجات مالهاش لازمة. يومين ممكن تحس بالتوتر، بالقلق، بالخوف، بالشغل الكتير، بحاجات كتيره، فلازم تضيعش وقتك في حاجات ملهاش لازمه يا برج العذراء. انت من الابراج. اما بقى من يوم 2 و3 والنيو مون حدث بيحصل، او القمر الجديد عندك يا برج العذراء يوم 3/9 الفجر، فانت لازم تكتبوا نواياكوا يا جماعه. يا جماعه يوم 3/9 يوم قوي جدا، يوم طاقي قوي جدا، لازم كلنا نكتب نوايانا في صيغه المضارع، ويكون عندنا طاقه امتنان، ونحمد ونشكر ربنا كتير جدا جدا في اليوم ده، ونستغفر وندعي ربنا كتير، ونقرا سوره ياسين وسوره الواقعه وسورة قرانيه اللي احنا بنحبها. طيب يبقى العذراء يحذر كويس جدا جدا، مش من الابراج المحظوظه. اما بقى الميزان فهو هو يا برج الميزان، فينوس اوريدي عندك، بيديك طاقه عاطفيه، بيديك حظوظ، بيديك كاريزما، بيديك طاقه حلوه، ثقه في نفسك، انتشار، شهره، يومين حلوين قوي 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 يا برج الميزان. انطلق وانبسط وافرح، انت ملك من ملوك الحظ، عندك عزومه حلوه، ناس بتتكلم عنك حلوه، سيرتك حلوه، ناس بتشكر فيك، فانت من اكتر الابراج اكتر الابراج. استنوا يا جماعه عشان في واحده اسمها خلود ابو غاليه. دي مش دي مجنونه هي كمان. ما علينا يا جماعه، ربنا يشفي كل مريض. لا مش فبرج الميزان انت واحد من اكثر الابراج اللي لازم تستغل اليومين دولت، ويعني يومين مدعومين، يومين اقوياء، يومين عندك طاقه حلوه ومبسوط فرحان، استغلهم الى اقصى درجه، لان بعد كده القمر لما ينتقل للعذراء هيبقى في موقع صاحب طاقه، وممكن شويه تحس ان انت متضايق او مخنوق او مش في احسن احوالك. اما برج العقرب القمر في اعلى نقطه فلكيه، مسلط عليك الاضواء، خلي بالك من مخالفه القوانين، خلي بالك من علاقتك مع اشخاص مسؤولين او اشخاص عندهم سلطه، او عندك يعني عندك شغل كتير، عندك ارهاق، ابعده عن اي طاقه برضو حسد، ناس بوصلك في حياتك، ناس بتحسدك، ناس بتحقد عليك، فتكر جدا جدا يا برج العقرب. بس يعني دايما الاضواء مسلطه عليك، فده سلاح ذو حدين. طيب بعد كده برج القوس عندك يومين حلوين جدا، سبت وحد، واو يا برج القوس، يومين مدعومين، يومين طاقتك فيهم حلوه، استغلهم، مبسوط فرحان في الشغل، بتثبت نفسك، عندك نجاحات، عندك تفوق، شكلك ظاهر، كاريزما، بتعرف تتكلم حلو، فانت من اكتر الابراج المحظوظه. اما برج الجدي فتذكر يا برج الجدي، اخيرا خرجت بره طاقه المعاكسه بتاعه برج السرطان، بس انت افضل واحسن من يوم الاثنين، يعني 2 و3 عندنا في نيو مون في برج العذراء، وده في بيت الحظ بتاعك، فعندك طاقه حلوه، وعندك بدايات جديدة، وعندك زيادة حظ كده، فانت افضل بكتير. يعني الجدي يا جماعة كان بقاله يومين تعبانين جدا جدا بسبب قمر السرطان، فبيبدأ يشم نفسه، بيبدأ ياخد باله من نفسه، بيبدأ يفوق. قولوا يا برج الجدي فعلا كنت تعبانين جدا يومين اللي فاتوا ولا لا. بعد كده برج الدلو، انت من الابراج اللي لازم تخلي بالك شويه. برج الدلو عندك يومين شويه ممكن تحس ان القمر بيواجهك، بيعكسك، بيضايقك، تاخيرات، عندك طاقه زعل، خوف، شويه قلق، عدم استقرار. بليز يا برج الدلو ابعدوا عن اي طاقه فيها اشخاص ممكن تضايقك او تزعلك او خلافات. فمن يوم الاثنين لما القمر اتنين لبرج العذراء فانت افضل بكتير جدا. اما برج الحوت فشايفه برضو ان انت عندك شغل كتير، قلق كتير، ستريس، حركه، مطلوب منك حاجات كتيره في وقت قليل، حاول تنظم نفسك، حاول تبعد عن اي طاقه ستريس او ضغط او اي حد ممكن يعني يضايقك او يزعلك او عصبي. يبقى عندنا يا جماعه يوم 31 لو اخر يوم في شهر اغسطس، انا بصراحه اغسطس ده كان شهر مرهق، كان شهر متعب، كان شهر مش سهل بالنسبه لي، واول يوم في شهر سبتمبر اللي هو شهر ميلادي، وبدوي ناس بتسالني على عيد ميلادي، انا يوم عيد ميلادي هو يوم 3/9 يا جماعه، انا سبتمبر 3 هو يوم عيد ميلادي.
فعايزين نقول مين الابراج اللي تستغل اليوم ده. الاسد، الحمل، القوس، معاهم كمان برج الجوزاء وبرج الميزان، والبرج اللي بيتخلص من المعاكسات هو برج الجدي. اما الابراج التي يجب ان تحذر هو برج الدلو، برج العذراء، وبرج الثور، وبرج الجدي، وبرج الحوت، وبرج العقرب. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه شهر سبتمبر، وقولوا لي بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه وانتوا برج ايه. وشكرا يا جماعه كل الناس اللي بتقولي كومنتس ايجابيه، بتمنى لكم السعاده، ويا رب يجعل شهر سبتمبر يا رب شهر مليان راحه بال وسعاده ووفره ونجاح وتفوق ولمه عيله وصحه. يا رب يبعد عننا كل الامراض، ويبعد الامراض النفسيه والامراض الجسديه، ورزقنا راحه البال ورزقنا الصحه. زي ما قلنا يا جماعه فتره تراجع وطارد، خلاص هو لسه بدا في التقدم الا ان تاثيراته لسه ستيل موجوده. عايزين نستغفر ربنا كتير جدا، ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام كتير جدا، ونقرا اذكار الصباح والمساء. واشكركم، بحبكم، وتفائلوا بالخير تجدوه. وشكرا، باي باي، مع السلامه.